الذين يفعلون هذه الأعمال هم الذين لم يسيروا على منهج الله سبحانه وتعالى ولم يحققوا العبادة الحقيقية لله التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق. الله سبحانه وتعالى هو الغني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأرزاق وهو الذي يتولى الآجال، لكن البشر عندما يبتعدون عن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندما يخافون في هذه الدنيا ولا يعتصمون بحبل الله، يخافون من هذه الدنيا ويخافون من عواقبها. نعم، كل إنسان يخاف بقدر، ولكن لا يخاف على ما هو موجود في الغيب. الغيب يقدره الله سبحانه وتعالى، وما عليك إلا أن تتخذ الأسباب، هذه الأسباب التي تحميك والأسباب التي من الشر تقيك، لا بد أن تتخذ الأسباب وتعمل بها وتعمل بهذه الأسباب، ولكن لا بد أن تكون على يقين أن الله أن مسبب الأسباب ومجري هذه المقادير هو الله سبحانه وتعالى، وأنك بأسبابك التي فعلتها لن تستطيع أن تحقق شيئا ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى ولم يحققه الله سبحانه وتعالى لك. فأنت تتخذ السبب وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق المرجو من قولك وعملك وأسبابك ودعائك، ما عليك إلا أن تتخذ الأسباب. ولهذا فهذا الحديث الذي بين الله سبحانه وتعالى مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى وأن لهم المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة العالية لم تتحقق إلا بتحقيق هذه الولاية. الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى والذين يتقون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم ممن تتحقق فيهم الولاية والتقوى، وأن يسيروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن العبد المؤمن مطالب منه في هذه الدنيا أن يحقق معنى العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. وتحقيق العبودية معناها أن يصلح الإنسان شأنه، والله من أصلح شأنه فإن الله سبحانه وتعالى يصلح له دنياه ويصلح له آخرته، يصلح له الدنيا ويصلح له الآخرة. وهذه من الغايات والأهداف التي يسعى إليها كل مؤمن، أن يصلح الله له الدنيا وأن يصلح له آخرته. ولن تصلح هذه الدنيا ولن تصلح الآخرة للعبد المؤمن إلا إذا كان على هدى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متمسكا بهما. فهؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا حزن ولا خوف، لأنهم يعتصمون بحبل الله عز وجل. والذين يصلحون بهذه الدنيا من دعاة الخير ومن أهل الخير ومن المتمسكين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يحسنون التعايش مع سائر البشر. وهذه صفة
من صفات أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنهم يحسنون إلى الخلق جميعا وأنهم يحبون الناس جميعا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأن لا نأمر بغض الإنسان وأن لا نكرهه إلا لما فيه من الفسق أو لما فيه من الشرك أو لما فيه من المعصية، لا نكره الإنسان لأنه إنسان ولا نكرهه لأنه من بلد كذا أو لأنه من جنس كذا، أو إنما نكرهه لأنه كافر، نكره الكفر فيه ونكره البدعة فيه ونكره الفسق فيه ونكره الفجور فيه، لا لأنه إنسان، بدليل أنه إذا آمن واستقام أننا نحبه. وهذه صفة أولياء الله عز وجل، وبهذا يتعايشون مع الناس جميعا ولا يأتي منهم إلا الخير، الكلمة الطيبة والإحسان إلى الناس، ويتعايشون مع الخلق جميعا ويكونون من أحسن الناس أخلاقا. وهذه أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يكونون من أحسن الناس أخلاقا هم الذين يسيرون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحبون البشرية، بدليل أنهم يدعون الناس إلى الخير، يدعونهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعونهم إلى الصلاة، يدعونهم إلى الاستقامة. لماذا؟ لأنهم يحبون للناس الخير، لأنهم يحبون للناس الخير، ومن أحب للناس الخير فقد أحبه الله عز وجل ووفقه لكل خير. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الناس الذين يحسنون إلى البشر هم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها، اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ووحدتها، وأبعد عنها كل سوء وكل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله.